ينضم إلينا من دبي سيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك السيد رائد. وبداية دعنا نتحدث عن السيناريوهات المحتملة للحد من معضلة التخزين التي تعد السبب الرئيسي الآن في التراجعات التي شاهدناها، التراجعات التاريخية التي شاهدناها على الخام الأمريكي بالنسبة لعقود مايو، وكذلك شاهدنا تراجع كبير على عقود يونيو يوم أمس بأكثر من 40%. هذا مع تعهد ترامب بدعم الشركات، ما رأيك سيد رائد؟ حقيقة الوضع يزداد خطورة ويتأزم بشكل أكبر فيما يتعلق بخام غرب تكساس، ولكن إذا تحدثنا عن السيناريوهات المحتملة فأبرز هذه السيناريوهات هو الفشل المتتالي أو خلينا نقول عدم التمكن من تحقيق وفرة المستودعات بالنسبة للمنتج الحالي، على الرغم من أن هذه الشركات توقف الإنتاج نوعا ما، ولكن يوجد لدينا عقود التسليم وعقود تسليم هذه للأشهر القادمة تستوجب أن يكون هناك الطلب وتستوجب أن يكون هناك تسليم لها، وبالتالي عندنا عملية صعبة جدا فيما يتعلق باللوجستيات وفيما يتعلق بعمليات التخزين في الفترة القادمة، ستضغط بلا شك على أسعار النفط إذا لم يكن هناك تحسن في الطلب، لأنه نحن العائق الرئيسي الموجود لدينا هو إغلاق الاقتصادات، هو الذي يوقف عملية الاستهلاك وبالتالي يوقف يعني يسبب هذا الانخفاض. ولكن السؤال، هل إذا كان هناك عودة للإنتاج مرة أخرى أو عودة للفتح الجزئي للاقتصادات، بلا شك سوف يؤثر وبشكل كبير جدا عودة فتح الاقتصادات بعض الشيء، لأن هذا يعني أنه ممكن جدا أن ينقذ على الأقل تسليم الشهر الحالي وتسليم الشهر القادم بشكل سريع، لأنه راح يكون في استهلاك عنا بحوالي يعني نوعا ما حوالي 10 مليون برميل، ممكن أن تحسن من عملية التخزين اللي احنا عم نشاهدها حاليا وتخفف الضغط على المستودعات. عدا عن ذلك لا يوجد، وهذا الأفق أفق صعب بعض الشيء، لأنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك العديد من الولايات التي لم تفتح اقتصاداتها بعد، وبالتالي أتوقع أن الأزمة سوف تستمر بالنسبة لأسعار النفط على الأقل حوالي 6 أشهر في الفترة القادمة، حتى يكون هناك نوعا ما توقف لعملية التسعير السالب أو الضغط في الاتجاه الهابط، أي المنطقة السلبية يعني منطقة ممكن أن نتجه إليها في تسليم الشهر الحالي والشهر في الشهر القادم والذي بعد. طيب لنعود إلى المقارنات في تصرفات برنت والأمريكي الخفيف رائد، يعني عندما في 20 من أبريل عندما رأينا هذا اليوم التاريخي الغير مسبوق للتراجعات السلبية على الأمريكي الخفيف، لاحظنا أنه برنت إلى حد ما كانت خسائره بحدود 9%، ولكن بمجرد أن دخلنا بعقود شهر يونيو بالنسبة للأمريكي الخفيف لاحظنا بالأمس هذه التراجعات الملفتة لبرنت. ما الذي يحصل على هذا المشهد؟ فقدان ثقة حقيقة، أنها فقدان ثقة معدي كما هو الكورونا فيروس. فقدان الثقة الذي نشهده حاليا هو فقدان ثقة بالتحسن الطلب العالمي. إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أكبر اقتصاد في العالم متمكنة بشكل حقيقي من أن تحقيق نوعا ما من بدء عملية فتح الاقتصادات، والرئيس كان نوعا ما دونالد ترامب في خطابه مترهل بعض الشيء في الكلام وفي الخطة ليست هزيلة وليست واضحة، بالتالي في عندي ضغط كبير. إذا نظرنا إلى مزيج برنت والذي هو يمثل حقيقة الاستخدام الفعلي والحقيقي للوقود حول العالم وهو الأكثر طلبا، وتدخل ضمن هذا المزيج العديد من النفوط العالمية، أعتقد يعني هو مقياس عالمي إلى أن الضرر سيكون عالميا، وهذه ما حدث في WTI متوقع جدا حدوثه بالنسبة لبرنت. ولكن يعني الأسواق تسعر وتبالغ بالتسعير مسبقا، الواقع غير ذلك حقيقة الأمر. سوف لن تواجه المشكلة التي واجهتها خروج أو عملية تسليم النفط بالخليج المكسيك وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بينما مزيج برنت يتمتع بوفرة أكبر في المستودعات وإمكانية تخزين هذه المنتجات بشكل سريع، ويوجد طلب حقيقي، ولا تزال اقتصادات تعمل مفتوحة بشكل عام وتستخدم
مزيج برنت في الوقت الحالي. بالتالي إذا بدنا ناخذ على وجه الدقة، الأسواق تبالغ في التسعير بالوقت الحالي، ولكن الأزمة ليست بسوء أزمة WTI، ولكن بلا شك يوجد أزمة. يعني احتسبوا كل المخاطر يعني برائد، وبشكل مختصر هل احتسب برنت وأيضا WTI على الأقل احتسبت بشكل مبالغ به؟ مبالغ نعم تماما، بمبالغ وبطريقة مبالغة، لأنه الدورة الاقتصادية تختلف عن دورة الأسواق. دورة الأسواق تسبق الدورة الاقتصادية وتبالغ في التسعير ومن ثم تتراجع مرة أخرى. عمليات المضاربية التي هي تسعر حقيقة الآن وليست عمليات الطلب والعرض فعليا، إنما المضاربة هي التي تلعب دور في فقدان الثقة. وعندما يعني يخف تأثير المضاربة نوعا ما على التسعير، ممكن أن نشهد يعني أسعار أفضل من الأسعار التي نشهدها حاليا. نعم السيد رائد، نبتعد الآن قليلا عن النفط وأسواق النفط. شهدنا حزمة التحفيز التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي، وهي الرابعة هذه بالنسبة لحزم الدعم التي أقرتها أمريكا مؤخرا، لتصل هذه الحزم إلى قرابة 3 تريليونات دولار. ولكن لا نزال نشهد هناك تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. إلى متى سنشهد هذا التباطؤ برأيك سيد رائد؟ يعني بالنسبة لهذا بديهيات الأمور التي نشهدها حاليا، أن هذا التباطؤ مرده إلى إغلاق الاقتصادات. بالتالي إغلاق الاقتصاد الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني أبدا، حتى ولو تم الضخ، إنما هو عبارة عن امتصاص سريع لهذا الضخ السيولة الذي يتم من قبل الحكومة، لأنه الدائرة الاقتصادية تحتاج أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون هناك ضمان للعمل هؤلاء العمال ووظائفهم في الفترة القادمة. بالتالي كل هذه التيسيرات التي تحدث، إنما هي يمكن أن لا يعني بشكل جزئي أن تغطي جزء من رواتب الشهر الحالي أو الشهر القادم. بالتالي هذا الأمر يعني أن التحفيزات التي تأخذها الشركات سوف تساعدها بالأوبرهيد أو بنفقات الرواتب والأجور حتى لا يكون هناك خروج، ولكن حقيقة لا تساعدها في عملية الإنتاج التي ستتوقف بلا شك، وسوف تتطلب إيقاف العديد عن العمل لأنه لا يوجد الطلب الحقيقي في الأسواق. بالتالي ما يحتاجون فعله هو عودة فتح الاقتصادات، ولكن بإجراءات احترازية أكثر في الفترة القادمة. وأعتقد هذه هي التي يعني ساعدت مجموعة من الدول أن تخرج تماما من الأزمة وأن لا تظهر عليها علامات سلبية بشكل كبير. يعني أنا مع نظرية السويد أنه يجب أن يكون هناك إجراءات احترازية، ولكن يكون هناك في عمل حقيقي الاقتصاد. التوقف الكلي للاقتصاد سواء كانت الاقتصادات الناشئة أو الاقتصادات العالمية سيكون مضاره سلبية وأكبر بكثير في الفترة القادمة، ويجب أن نعي أنه يجب أن يكون هناك إجراءات احترازية جديدة وتضغط على العمل، ولكن أن لا يتوقف كليا العمل، لأنه كل التيسيرات التي يتم اتباعها، وأعتقد هذه ستكون يعني ضغط إضافي على دونالد ترامب، وممكن أن تكلفه الفرصة الثانية أو الدورة الثانية من الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذه التحفيزات دون حل الأزمة من الأساس اللي هي فتح الاقتصادات في الوقت الحالي، ولكن بإجراءات احترازية جديدة. وطبعا نعلم تماما المضار السلبية لفيروس كورونا التي لم يتم تحقيق أي حلول لوقت الانتشار حتى الآن. أشكرك رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. شكرا على كل هذه المعلومات.